الدول العربية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يأتي اجتماعنا اليوم إثر إعلان المؤسف والخطير الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتعدي غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية التي تضمها مدينة القدس الشريف. ففي الوقت الذي كانت فيه أنظارنا جميعا مرتقبة لما يمكن أن تطرحه الإدارة الأمريكية من مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام في المنطقة، يصدر عنها هذا القرار المؤسف مستهينة بتداعياته المباشرة على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم بأسره، وفي انحياز واضح للممارسات الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية وعدوانها على الشعب الفلسطيني من أجل فرض سياسة الأمر الواقع. سيداتي سادتي، إن هذا الوضع الدقيق يحتم علينا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الجوهرية، والعمل بجد للتصدي بقوة لهذا القرار، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الغبن التاريخي الذي وقع عليه منذ اغتصاب أراضيه وتاريخه ومقدساته، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها والتزام بالحياد الضروري الذي يقتضي دورها ومسؤوليتها في رعاية عملية السلام في المنطقة. إن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير في ظل الظرف الإقليمي المضطرب الذي تمر به المنطقة من شأنه أن تدفع نحو انفجار جديد للأوضاع، لن يكون المجتمع الدولي في منأى عنه، بل سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التي لن تزد الوضع إلا تعقيدا وتنعكس بشكل سلبي على السلم والأمن الدوليين. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، أمام هذا الوضع المقلق تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها إلى فشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، بل إن تنكره لاستحقاقات تسوية هذا الصراع رغم كل الجهود والمبادرات التي قدمها الجانب العربي أدت إلى فشل مساعي إحياء السلام ووضع المنطقة مرة أخرى على شفا مرحلة جديدة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع. السيدات والسادة، إن بلادي تجدد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
على حدود 1967 طبقا للشريعة الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إن المواقف الدولية لهذا القرار تؤكد مرة أخرى أن على المجموعة العربية العمل بشكل سريع وعاجل وبحث جميع السبل الممكنة لهيكلة هذا الرفض الدولي في خدمة جهود استعادة الحقوق الفلسطينية، وخاصة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وباقي المنظمات الدولية والجهوية، لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما يحتم علينا الظرف الدقيق التي تمر به قضيتنا المركزية استعادة التضامن العربي والإسلامي الذي أصبح ضرورة ملحة تفرض علينا العمل على تواجد كل الخلافات والصراعات الفرعية من أجل ضمان انسجام وتوافق ضروري لنصرة القضية المركزية لعالمنا العربي والإسلامي، وعلى رأسها كما قلت القضية الفلسطينية. وأذكر أن نجاح أي جهد لتصدي لهذه التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية مرهون باستمرار صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقدرته على استعادة وحدته وانسجامه من خلال تسجيل فعلي وسريع للمصالحة الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات الجانبية بين الأشقاء الفلسطينيين ورص الصفوف في سبيل قضيتهم العادلة. شكرا لكم على كرم الإصغاء.